رمضان كريم ويسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشه اوجريت ببرنامج نجوم صغيره. مشاهدينا بالبدايه اكيد اسمحوا لي رحب بضيوفي الموجودين معي اليوم. بدايه بدي رحب بالفنان اللي حيشاركني اليوم بالحوار، الفنان محمود كفا. اهلا وسهلا فيك رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلى الوطن الغالي والجيش العربي السوري وقائد الوطن، ان شاء الله بالخير والصحه والعدل. اهلا وسهلا فيك. طبعا بدنا نرحب سوا بنجومنا الموجودين معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك بحر عمود. رمضان كريم. رمضان كريم عليك، نعاد عليك بالخير. عليك ويزن بوبو. اهلا وسهلا فيك يزن، نعاد عليك بالخير يزن. نعاد عليك كمان. وايضا معنا ايه احمد، اهلا وسهلا فيك يا ايه. اهلا وسهلا فيك انت، نعاد عليك وعلى سوريا بخير، وبتمنى يصير انه يرجع الامن والسلام لبلدنا سوريا. اهلا وسهلا فيك آية. وايضا مشاهدينا بدنا نرحب بعازف الاورج الفنان محمد معلا، اهلا وسهلا فيك محمد، ينعاد عليك بالخير. هلا اكيد يعني محمود مثل ما ملاحظين نجومنا اليوم الصغار، ومثل ما بنعرف الساحل جدا مليء بالمواهب، سواء المواهب الطفوليه وحتى مواهب الشبابيه. عم نلاقي كثير الساحل موجود في مواهب كتير حلوة وكتير واعدة لمستقبل إن شاء الله يكون حلو على سوريا إن شاء الله بإذن الله. أنا بتمنى والله هذه المواهب اللي الشاب مثلهم للورود الحلوة كلهم يكون في حدا عم بيسيرهم، يكون حدا عم يهتم فيهم إن شاء الله، لأنه هدول هن رح يكون الأجيال القادمة للفن الأصيل إن شاء الله بإذن الله. أكيد محمود. هلا نحن دائما بدنا نتعرف ونعرف مشاهدينا بالبداية على موهبة كل طفل معنا اليوم. بحر عرفني أكثر، أنت شو موهبتك اليوم؟ أنت حتغني
موهوب الغنى. غنى ولسه في شيء الموهوب بحر اكيد. وبعزف كمان وبالعزف. برافو. على اي اله بتعزف؟ بعزف عود وايقاع واورج. حلو برافو حلو. واي اله محببه اكثر على قلبك؟ هلا لحد الان الايقاع بس اتقن العود بدي يصير اكثر. بس حلو عجبتني بس اتقن العود بزر على العود بخلص شغلي بعدك بتبدا تعلم. حلو هيك اللي يكون الشخص ملم بكل الالات الموسيقيه ياخذ فكره صغيره عن كل شيء وبالاخر هو يختار الشيء اللي بحبه. خبرني يزن عن اليوم عن موهبتك انت حتعزف على الكمان. على الكمان وهي الموهبه عن جد اعطتني طاقه وحب كثير بحب كثير لهالاله. مين نماكم على الموهبه؟ مين خلاكم؟ انا امي وابوي نموني على الموهبه. برافو أكثر شيء. هلا نحن كمان بدنا نسني على المعزوفة اللي قدمتوها ببداية أنت وآية. وآية خبريني أكثر عن موهبتك أنت. أنا بعزف على الأورج. كمان عندي موهبة الرسم. بحب كثير المطالعة. عندي كثير مواهب بس إنه أكثر شيء بحب الموسيقى. ميالي للموسيقى أكثر شيء. حلو يعني مثل ما لاحظنا فعلا عم يكونوا موهوبين كثير. تماماً لاحظت التنسيق بيناتهم أول العزف كثير كويسين. كانوا تناغم كانوا حدا واحد عم يزف يعني برافو كثير. هلا دائما الأشياء التشاركية بتبقى أحلى بتبقى أجمل. طبعاً بكم. أكيد. هلا بحر خلينا نتعرف أكثر عليك. نحكي شوي عن موهبتك. كيف بلشت أنت بالغناء؟ بلشت كنت صف أول كنت غني عادي يعني. وصار أبوي يعلمني يدربني أكثر وأكثر وأكثر. فهلا عم نزل برامج ومن النت واتدرب عليهم وهلا إن شاء الله يعجب كونسرتين. حلو موضوع النت محمود طالما صار متاح للجميع عم يقدر اي شخص ينزل مزبوط. برامج يمكن يتعلم يعني اي فرصه كانت عم تكون صعبه عليه صار عم يجيبها عن طريق النت يستفاد منها عم يشوف الاغلاط اللي موجوده مثلا كمان يستفاد منها. الاغاني اللي كان صعبه على الجيل الصغير انه كان يجيبها كمان عن طريق النت كلها عم يجيبها يعني ممتاز كثير صار مزبوط. متاح للجميع متاح للجميع اي شيء موجود. حلو. هلا محمود خلينا كمان هيك بدنا نحكي نحن نتعرف على مواهب الاطفال اللي معنا كيف بلشوا وايضا بدنا نحكي انت كيف بلشت موهبتك. اكيد يعني اي شخص بيكون عنده موهبه من الصغار بيبقى بينميها حتى تكبر عنده ويمكن ياخذها خط سير بحياته. خلينا نحكي عنك انت. هلا انا يعني لحد الان هلا صار لي 13 سنه بهذا المجال تقريبا. ف من المدرسه اكيد الواحد بده يبرز مواهبه بيكون طفل صغير نغني صار بالمناسبات اللي تصير بالمناسبات الحركه التصحيحيه الحركه شيء نغني فيها هيك صار مناسبات فصار يعني بالاضافه للاهل هدول بالمرتبه الاولى اللي هم بيلاحظوا على ابنهم انه في عنده موهبه لازم ينميها هذا الولد مثلا لازم صاروا رفقات كمان يشجعوني اصدقائي كلهم وبلشت بهذا الموضوع. يعني ضليت سنه واثنين وخمسه لحتى يمكن ما بيقولوا يصير واحد يحط اجره على الخط الاول طبعا لانه الفن ما نو بهالسهوله اللي بده دراسه وبده اتقان كثير ممتاز. حلو يعني يزن اي شخص مثل ما ذكرنا بيبدا بموهبته من الصغار بيبقى بينميها بيتعب على حاله حتى يصير متمكن منها بس يكبر. حكي لي عن آلتي كمان انت كيف بلشت فيها؟ بلشت آلتي كمان وقت تفرجت على التلفزيون على مقطع على افضل عازف كمان بالعالم فانه انا انذهلت قلت ليش لا ما بجرب وبحب انه اكمل وصير مثله يعني فانه وجربنا ودخلنا معهد موسيقى وهي صارت 8 سنين بالمعهد. حلو 8 سنين. إرادته قوي جدا البركه. علما بانه محمود قالت لي كمان يمكن هي من اكثر الالات ومن اصعب الالات من اكثر الالات ازعاجا اول شيء لما بلشت تتعلم شو كانت رده الاهل والموجودين بالبيت؟ كانت رده الاهل انه مستواك يا بائس يعني بعدين طورنا وصوت احسن تعلمنا الحمد لله. لما تقعد تتدرب تتمرن بالبيت على المعزوفه اللي اخذها كيف كان يعني صوت الكمان شوي بيكون مزعج؟ احيانا بيكون مزعج بس يطلع في تحزيق او احيانا اذا انا ضغطت منيح عليها تطلع الغنيه بجنن. طبعا التشجيع من اهلك بيعطيك قوه الاراده لحتى ثاني مره تعزفها مزبوط. برافو برافو. ايه احكي لنا عن الاورج وكيف بلشتي فيه. انا اول شيء بحب الموسيقى وانا كثير بحب الاله فشجعني هيدا لانه اعزفها وتطورت بشكل كثير كبير يعني خلال 3 سنين انه صرت محترفه تقريبا. لهيك برافو. هلا لحد هلا بتاخذوا لسه معزوفات بلشتي بالاغاني انت بتعزفي حاولتي تعزفي سماعي كثير بنسمع اولاد بيحبوا دائما هيك يعزفوا غنيه مباشره. هلا بصراحه انا انه بحب السماعي بس انه بحس الناطه احسن انه بتدرب اصابع الاكثر. لهيك بتتخصصي لقدام يعني غربي ولا شرقي؟ الغربي. الغربي دائما عم نلاقي ميالين دائما الموسيقى الغربيه يمكن فيها هي نوع من الهدوء خصوصا ايه فيها هدوء خصوصا الاطفال اللي عم يطلعوا عم يميلوا عليها كثير الغربي. طبعا انتم متفوقين بالدراسه مثل ما انتم متفوقين بالعزف مزبوط هذا شيء اساسي الدراسه يعني
بما انكم انتم متفوقين بالعزف، متفوق بحر بالغناء المتمكن، ان شاء الله بتصير قادما اكيد راح تكونوا متفوقين بالدراسه. توفيق ان شاء الله. طبعا اكيد. ونحن هلا بدنا نسمع منك بحر، هلا تعرف على موهبتك ونسمع منك شو حابب تسمعنا. يا ابني تفضل. أبو. قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها، محميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. بيك موصي لك قبل ما مات، بلادك صلاة للحب صليها، ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد، خليك بالحزات صرخة بطل حيكون ودي. ممتاز، والاختيار كتير اكيد لايك، يعني هدول بدنا نقول محمود عليها ما برافو. صحيح. بدنا نقول احنا لمشاهدينا انه يمكن شوي لما بيصير في على بيشوفوا الحلقه على التلفزيون بيكون الصوت شوي يمكن ضعيف او ما بيقدر الشخص يعطي اكثر ما عنده، بس احنا سمعنا بزبط. بحر قبل الهوا كان عم بيغني هيك بدون مايك بدون موسيقى، ففعلا صوت كتير حلو اكيد، وان شاء الله يا رب نشوفك نجم بسماء سوريا. يعني هلا محمود كنا عم نحكي نحن عن المواهب وعم نحكي عن تطور هيدي المواهب وعن النشاطات اللي ممكن يشارك فيها الاطفال، هلا الى اي حد هيدي النشاطات اللي انت ذكرت انه كنت بالمدرسه كنت شاركت باكثر من احتفاليه، هيدا الشيء بيعطي يمكن دعم اكثر للشخص حتى ينمي موهبته اكثر، هيدا الشيء لاي حد تلاقيه فعلا بيخلي الطفل انه يكون واثق بنفسه وحابب هيدي الموهبه اللي هو يعني انه عم بيشتغل عليها. هلا يعني الأطفال الموهوبين مثلهم ما لازم من حدا يستثناهم أو ما يسلط الضوء عليهم، بالفعاليات بالمهرجانات يعطوا قسم للأطفال يعطوهم الثقة يحسسوهم بالثقة، فهذا أكيد شيء بيزيد من موهبته رح تصير. نحن بعض الأحيان ممكن يعتمدوا بس على النجوم الموجودين عنا أنه خلص تسليط الضوء عليهم، هذا الشيء أنا برأيي غلط، خلص نجم معين أخذ حد معين وعم يتابع بمسيرته الفنية، أما في مواهب مثل هدول الاطفال اللي بجننوا ما شاء الله، يعني حتى سيماهم في وجوههم، يعني ما بس انه والله بيعزفوا، كمان لازم يتسلط الضوء عليهم لحتى يطلعوا ويصيروا مثل النجوم اللي راح اللي كانوا عم بيصيروا هلا. لازم انا برايي اي فعاليات اي مهرجانات اي حفل يتخللوا ولو جزء بسيط من الوقت للمواهب الموجوده، يمكن بتلاقي استقطاب اكثر اذا كان في طفل عم بيغني دائما الاشخاص بحبوا هيك يعرفوا شو عنده موهبه هذا الطفل. صح يا زين، احكي لي عن النشاطات اللي انت شاركت فيها وشو ممكن تشارك. نحن هلا باعتبار بالصيف في عندنا اكيد نشاطات كثيره، خبرني عن نشاطاتك انت. انا من الصيف النشاط الاول اللي هو اكثر شيء اللي حيكون اني اروح على المعهد ضل اتدرب بالموسيقى حتى اوصل لاعلى حد فيني عليه. يعني ثلاث ارباع الصيفيه اللي حتكون موسيقى وشيء بسيط بحر سباحه اي شيء كره قدم. تاخذ كمان جمعه كمان على البحر تعزفون هيك انت والهوا اللي حلو هيك الواحد بعد ما يطلع من البحر يعمل له هيك معزوفه رايقه. آية خبريني عن شو شاركتي نشاطات وشو ممكن انت تشاركي هلا. هلا انا كثير مشاركه بنشاطات سواء كان بالموسيقى او بالرسم. الموسيقى السنه الماضيه اللي احنا على المركز الثقافي عملنا كمان حفله هونيك
ودائما بالمعهد انه يشترك كلياتنا مع بعض والناس فنيه سوا وكمان من الامير نفس الشيء بالرسم. هلا نحن سمعنا منكم معزوفه بالبدايه، هيدي الثنائيه اللي قدمتوها انتم دائما عندكم هيك معزوفات ثنائيه بتقدمي انت ويزن سوا ولا دائما تتدربوا مع بعضكم؟ حلو. في عندكم شيء ثاني غير معزوفه طريق النحل اللي سمعناها؟ ايه عندنا مرياش كمان. هلا مرياش دامور بنعزف غربي شرقي انه يلي تكون حلوه بتعجبنا. فاذا دائما بيكون في عندكم بروفات تحضيريه يعني اذا كان اخترتوا لنا انتم اليوم طريق النحل. تنسيق موجود بيناتهم كثير حلو، برافو. حلو هذا التنسيق. هلا خلونا هيك نسمع ضيفنا الفنان محمود شو حبي يسمعنا هلا بحلقتنا. تفضل محمود. يلا رح نسمع اغنيتي على الموت لجيلك، هذه نزلتها من فتره والحمد لله لاقت نجاح وانتشار كثير بين الناس، رح نسمعها هلا. نحن رح نحكي عنها اكثر بعد ما نسمع. يلا تفضل. اوكي عالموت لاجيلك وامشي على مالك، عالموت لاجيلك وامشي على مالك، وان مشاليتك العين بالروح لاشيلك، وان مشاليتك العين بالروح لاشيلك، عالموت لاجيلك وامشي على مالك، وان مشاليتك العين بالروح لاشيلك. يا ويلي من حالي غيرك انا مالي، يا ويلي من حالي غيرك انا مالي، بغيابك يا الغالي روحي بتناديلك، بغيابك يا الغالي روحي بتناديلك، عالموت ناجيلك وامشي على مالك، وان مشاليتك العين بالروح لاشيلك. يلي الحلا لونك معيش من دونك، يلي الحلا لونك معيش من دونك، يا سيد الجمال هونك علي هونك، يا سيد الجمال هونك علي هونك، علمات
ناجيلك وامشي على ميلك وان مشاليتك العين بالروح لشيلك. شكرا كثير لك، وهي اغنيتك الجديده على الموت لجيلك محمود. كلمات والحان؟ كلمات والحان استاذ بسام قصيبي، توزيع الاستاذ عمار جوري، طبعا استوديو الاستاذ ماهر العلي. طبعا بتشكرهم كلهم للكلام وللاداء الرائع الحلو. اكيد بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله اكيد دائما نسمع منك اشياء جديده ان شاء الله. في اغنيه ان شاء الله قريب، هلا اغنيه وطنيه قيد التنفيذ يعني، ان شاء الله قريبا بتسمعوا على الفضاء السوري باذن الله. ان شاء الله اكيد ناطرينك محمود بكل جديدك. هلا بدنا نرجع لمواهب اطفالنا الموجودين معنا ونسمع عزف انفرادي منكم. يزن بدايه خلينا نسمع منك، شو حضر معزوفه؟ حضر معزوفه حلو يا بلدي. تفضل. برافو، سمعنا. يعطيك العافية. يعني حابب هيك تسألوا شيء معين ليزن بخصوص آلتي كمان وموهبته؟ هلا بدي أسأله، أنت عم تعزف عم تحس بالعزف اللي عم يعني عم تعزف بإتقان يعني، مو إنه أنت سامع؟ لا أنا عم حس بالعزف اللي عم أعزفه. برافو، يعني بالروح هيك، يعني أي شغلة أي عربة بتعملها أنت بتحس فيها ضمن إحساسك. برافو برافو. حلو. آية هلا كمان أنت محضرتينا يمكن معزوفة انفرادية؟ إيه أكيد. سمعينا إياها. برافو. هلا يمكن هون بدنا نسال، خلينا نسال شوي محمود، المواهب اللي معنا اليوم يمكن دائما في صعوبات بطريق الفن اكيد وبالتعليم بالتعلم اي شيء. انا ولكن بدي اساله اذا حدا يعني مين عم تختاروا الاغاني، انت بتختاريها ولا حدا من اهلك ولا حدا بيقول لك انه هي الاغنيه اعزفيها حلوه، ولا انت هيك
هلا اذا انا كان جاي بالي غنية محددة ايه بختارها، اما اذا الاستاذ بيعرف طبعا قدرة كل طالب، فاذا حس انه هالغنية انه صعبة او مشان تمرن اصابعه اكيد بيعطينا اياها. طيب يعني اي اغنية صعبة ما فينك انت تتقنيها تعزفيها، بتضلي تحاولي لحتى تزبط معك. ايه اكيد طبعا مساعدة الاستاذ. برافو. طبعا اكيد ليوصلوا للاحترافية محمود. ايه برافو. هلا ودائما عم نسمع نحن دائما فيروز، عم بتكون اغاني فيروز اخذة الصدارة بتعليم الاطفال، وهذا الشيء كثير منيح. ممتاز. وكثير حلو. هلا مثل ما ذكرنا موضوع الصعوبات، دائما الشخص لما بده يتعلم اي شيء يمكن يلاقي عوائق بهيدا الطريق. خلينا نحكي بدايه عندك محمود، انت لما بلشت بمجال الفن في كان عوائق وقفت بطريقك، انت كيف تجاوزتها وبيسمعوك كمان اطفالنا حتى يتعلموا؟ هلا طبعا اكيد في عوائق وفي ثغرات وفي عقبات بطريق الفن كله او اي طريق كان اي مجال، اكيد راح يكون في عقبات يعني واحد راح يتخطاها. مثلا ايام المدرسه، لكن انا ليش سالتهم شوي انه اكيد متفوقه من دراسته، لازم يكون واحد منسق بين دراسته وبين الفن او الشيء المجال اللي عم يمشي فيه. الاهل لما راح يحسوا انه مثلا الطفل او ابنه عم يميل لموهبته اكثر شيء بدون الدراسه فهذا شيء غلط. لازم يراعي بين الطرفين، الدراسه والفن المجال اللي عم يدخل عليه. بعد احيان مثلا بيكونوا عم يعزفوا او عم يغنوا اللي كان الموهبه المعينه، فحدا بينفر منهم او شيء معين، او هذا بتروح بقلبه لزمن بعيد، هذا طفل بيأثر فيه فورا اي شيء كان. فانا ما بتمنى اي حدا يسمع، لو كان غلط لو كان يشجعه ينمي اكثر من هيك. هلا انا بشكل شخصي علي انا شوي غايب عن الساحه الفنيه لاسباب خاصه، بعد ان شاء الله تفرج ان شاء الله على كل اهالي سوريا الشرفاء والبلد الوطن الغالي ان شاء الله. طبعا الحفل الكبير رح يكون بالنصر اكيد باذن الله. اكيد ان شاء الله. هلا سمعتوا انه دائما لازم يكون في تنسيق بين الدراسه وبين الموهبه اللي كل شخص عنده اياها. بحر نحن بنعرف انه انت السنه الجايه تاسع، وهلا نحن بدنا منك وعد على الهواء انه تجيب علامات منيحه هيك ومرتبه. تكرم. اكيد اكيد. اذا ما طلع الاول البابا ما حد يخليه يغني ما لا هيدا هيدا بصير معناته لازم يطلع الاول. لا ما بدنا نتعاقب بهيدا المجال، ممكن بشيء ثاني بس بالغناء لا ما بدنا نحرم من صوته لبحر. بحر احكي لي شوي عن تنسيقك انت بين دراسه وبين موهبتك الغناء سواء والعزف. هلا حاليا صرت بالصيفيه عم حضر للتاسع وخاصه رياضيات، هلا مواد العلميه وبخلص مثلا عم خلص هلا دروس جبر ودروس هندسه وبخلصهم وبتدرب. حلو. يعني برافو. يعني فتره الصيف هلا كمان بين الدراسه والتدريب. حلو برافو. هلا بدنا نسمع منك مره ثانيه كمان بحر، شو حابب تسمعنا؟ يا حلو تفضل. يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا حبيبي حلالي زلالي دايم الدوم طالب ويصالي، ومن الشباك لاروي لك حالي. يا حبيبي حلالي زلالي دايم الدوم طالب ويصالي، ومن الشباك لارمي لك حالي، 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 ومن الشباك لارمي لك حالي. يا عيني يا حلو يا شاغل بالي، يا حلو يا مسليني، يلي بنار الهجر كاويني،
حلو يا مسليني يلي بنار الهاجر كاويني املى المدام يا جميل وسلي يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام حبت جميل يا ريتني ضل وحبت جميل يا ريتني ضل حبت جميل يا ريتني ضل ويا عيني زاوي الجمال والحسن ده كله مسليني اللي بنار الهجر يا حلو يا مسليني يلي بنار الهاجر كاويني املى المدام يا جميل وسيني يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام ما شاء الله صوت رائع وانا باعتقادي مع التدريب يعني كم سنه راح يصير نجم بحر عبود؟ ان شاء الله اكيد احنا ناطرين نجم جديد بسوريا بحر عبود. يعني عم يختار اغاني فعلا صعبه وبدها تدريب كثير محمود. شو رايك اول شيء باختيار الاغاني؟ والله اختيار الاغاني يعني بعتقد لو انه حدا متمكن ونجم راح يختار هيك اغاني، فما بالك انه مواهب عم تطلع هيك. ممتاز، برافو عليه. ولو كان عنده بجوز شوي تلبك او خايف ما ايه هي بعدين كلها بتروح بالتدريب، هي بتبقى يمكن رهجة الكاميرا دائما الى رهبه الى هيك الواحد بخاف شوي صغير. بالعكس هدول جمهورك اللي راح يحبوك بعدين لقدام، مع انه بحر يمكن نحن طلعنا باكثر من لقاء سوا ولكن دائما الوقفه قدام الكاميرا الى هيبته. يمكن هيدي فيني اعتبرها من الصعوبات اللي واجهتك انت بمسيره الفن. اكيد. طيب احكي لي شوي انت كمان لما هيك عم تتدرب وكذا، شو بتلاقي انت الشغلات الصعبه اللي انت عم تحاول تتخطاها؟ تخطى انه طلعات بالجواب اعلى شيء يعني. بحاول انه اتدرب اخر شيء لجيبه. فهذا اللقاء انه ما كنت محضر حالي كثير يعني، بس ان شاء الله. يعني مو محضر حالك وكل هذا طلع منك، كيف لو كنت محضر حالك؟ يمكن محمود كان تمام بالجواب ما؟ لا ممتاز، انا انتبهت عليه يعني حتى بالجواب جاب شغلات يعني لعب بصوته جاب عرب صعبة على اي حدا يشتغل عن جد يعني. انا بجوز ما بيعرف شو عم بحكي انا، بس جاب شغلات نجم اذا بيجيبها بينبسط فيها لانه عم يشتغل شيء حلو. الاذن عم تسمع صوت رائع يعني متمكن. برافو عليك، برافو. حلو، برافو. هلا كمان خلينا ننتقل لعندك يا زلمه نحكي شوي، كنا عم نحكي بموضوع الصعوبات اللي ممكن اي شخص يواجهها. احكي لي انت ببقالتي كمان شو كان اصعب شيء هيك لما بلشت فيه؟ شو كان في شغلات صعبه هلأ انت ما حبيتها او لقيتها طولت لحتى تعلمتها؟ هلا قال كمان الي بزغيه، فانه الصوت لازم انت تسمعه، ما صوت بيطلع لحاله. فانه هون اكثر شيء لقيت صعوبه انه اذا وضعت صبعك على بعد 1 ملي بيختلف الصوت اختلاف كبير كثير. طيب انا اللي بعرفه اللي بيعزفوا الكمان دائما بيصير في عندهم وجع باصابعهم بايديهم، هيدا الشيء صار عندك او لا؟ حسب، اذا انه واحد كثير تدرب ايه بيجعوا صباعه بتعود، اخر شيء بصير عندك الموضوع عادي. على التدريب يعني الزائد ممكن يصير في عندنا هيك شيء. ردة فعل اهلك، خبرني عن اهلك لما بيسمعوا اغنيه انت اتقنت عزفها وعزفتها بشكل صحيح، كيف بتكون؟ بتكون ردة فعلهم انه يشجعوني انه برافو عليك على الاغنيه اللي بعدها، انه بحيث انه ضل انا متقدم ما انه تراجع للورا. طب انت شي يومك اذا كنتي مزعوجه وحدا مزعلك بتفوت هيك على الغرفه لحالك تعزف شيء حزين هيك؟ احيانا. برافو، تحس يعني بكل لحظه يعني الاحساس هو اللي عم بيخليه الموسيقى دائما لغه الروح. مزبوط، فاي شخص بيكون هيك غذاء الروح. برافو تماما. مزعوج يمكن يطلع طاقته كلها بالعزف، صح ايه؟ اكيد. هلا اذا كان الواحد مزعوج او مبسوط، هلا بالنسبه لي انا اذا كنت مبسوطه بعزف مشان انه بنبسط اكثر، واذا كنت مزعوجه كمان فبحس انه راح شوي يعني. بس اذا كنت مزعوجه بتعزفي لحالك ما قدام حدا. اكيد. يعني بيصير في هيك
دائما هيك تفريغ للطاقه خلينا نقول بالعزف. ردة فعل الاهل لما بيسمعوكي كمان عم تعزفي شيء جديد واتقنتيه وبصيروا هيك يدندنوا معك لما انت عم تعزفي؟ صراحة أهلي كتير شجعوني عليا وبيضلوا إنه يشجعوني وبينموا قدراتي دائما. دائما في تشجيع من الأهل أكيد. حلو هيدا الشيء وبيسمعوا لك دائما بكل جديد. إيه دائما أكيد بتمنى لكم التوفيق. هلا محمود خلينا نسمع منك هلا أنت أغنية. يلا. شو حابب تسمعنا؟ نسمع موال وراح غني أغنية على فكرة كمان جديدة إلي ولسه ما نزلت بالسوق يعني على قناة أوغاريت راح تغنى أول مرة. أوغاريت تماما عصريا برنامج جو صغيرة تماما. صدق نغني موال وعالصولة شلون بدنا ابلا كفا كفت كي لسهايا مكول انبال كفت كي لسهامك والانبال رمشك ما بك علي ولا انبال ولا لو تدري مين مين لو تدري مين يتميز ولو لو تدري مين يتميز والأنبال لك اللي يمضل يا الشارد على حباب يا ولوم وشلون بدي نام سامع هدي الحمام قالوا السهر بيهد ونرافقوا أحلام قالوا السهر بيهد ونرافق شلون بدي نام سامع هدي الحمام وشلون بدي نام سامع هدي الحمام قالوا السهر بيهد قالوا السهر بيهد ونرافقوا أحلام ونرافقوا أحلام والظالم حبيبي مظلوم يا قلبي والظالم حبيبي يا ريتك طبيبي تداوي عطب الجسام يا ريتك طبيبي تداوي عطب الجسام وشلون بدي نام سامع هدي الحمام وشلون بدي نام سامع هدي الحمام قالوا السهر بيهد ونرافقوا أحلام قالوا السهر بيهد ونرافقوا أحلام
كلابي والظالم حبيبي مظلوم يا كلابي والظالم حبيبي يا ريتك طبيبي تداوي عطب الجسام يا ريتك طبيبي تداوي عطب الجسام وشلون بدينا سامع هدي الحمام وشلون بدينا سامع هدي الحمام قالوا السهر بيهيت قالوا السهر بيهيت ونرافوا أحلام ونرافوا أحلام وان غنيت مقطعين منها بس ما أنه أول مرة لسه بتتغنى على قناة وقريب أكيد كتير حلو نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله قريبا نسمعها بالأسواق محمود إن شاء الله أكيد بإذن الله أكيد ناطرين كل جديدك نحن دائما الله يسلمك طبعا بفتخر وبكبر فيكم أنا بجمهوري الحبيب كله أكيد أهلا وسهلا فيك هلا بحر خلينا نحكي كمان شوي عن موضوع الغناء والموسيقى ودائما شو بتسمع انت بالبيت يعني احنا عم نسمع منك اغاني هيك طربيه اغاني صعب ادائها الى حد ما بالنسبه للمواهب الصغيره بالبيت نمط الاغاني اللي بتسمعه والله لا انا بسمع كل شيء بس اكثر شيء بتسمع الاغاني ام كلثوم وصباح فخري وعبد الحليم حافظ استاذ الموسيقي برافو برافو لك هيدا الشيء كتير يمكن بيعطيه اطلاع اكثر على الموسيقى على طبقات الصوت طبعا ما. طبعا يعني هدول الشغلات طالع جديد حبيب دبي وما بعرف شو هدول ما لك فيهم ما لا ما برافو عليك هدول سوق ماشي ما هدول الطرب الاصيل اكيد هدول الاغاني دائما خالده ما بتموت هون موضه بقى بتبقى بنلاحظ كل موسم بيكون في محمود هيك ضربه معينه لاغنيه او لكلمات معينه ضمن الاغنيه وبعدين بننساها بتروح مع الوقت بتنسى ولكن هدول الاغاني فعلا خالدين مثل خالدين ما سمعنا من شوي حتى المعزوفات مثل ما سمعنا اكثر من معزوفه يزان انت بتسمع ايضا لفنانين ايه بسمع لفنانين مثلا اكثر فنان كنت حبه كثير هو كان وديع الصافع عن جد انا كثير حبه كثير اغاني كانت كثير حلوه يزن يعني مثل ما سمعنا بالبدايه معزوفه ثنائيه كانت انت وايه هلا نحن بالختام كمان بدنا نسمع منكم معزوفه ثنائيه ولكن قبل ما نسمعها بدي اتشكر وجودكم معنا بدي اتشكرك ايه احمد ان شاء الله يا رب نشوفك نجمه ساطعه بسما سوريا وبالتوفيق بآله الاورج بتشكرك انا كمان كثير رمضان كريم عليك كل عام وانت بخير كمان ويزن بوبو شكرا لك ولوجودك وان شاء الله ايضا بالتوفيق ونشوفك نجم هيك كمان ايضا ساطع بسما سوريا شكرا لك رمضان كريم شكرا لك وكل عام وانت بخير للجميع اهلا وسهلا فيك بحر عبود اكيد بتمنى لك التوفيق وان شاء الله هيك بالتاسع نجيب علامات حلوه وتكون ضيفنا من المتفوقين كمان الله. رمضان كريم عليك رمضان كريم عليك وعلى كل اهالي سوريا وانا كمان الفنان محمود كفا بدي اتشكرك يعني اول شيء قبل ما اختم معك واتشكرك نهائيا اللي كيف كان التقديم لا ممتاز البركه انت ما عليك حكي اكيد انا عم بحكي عليك انت كتجربه والله هو انا بعرف عليه بس سويت كمان ما بعرف طيب ماشي كان رمضان كريم عليكم كلكم بتشكركم جميعا شكر لك الاستاذ محمد قناه وقريت الكادر العامل جميعا اللي عم يسلطوا الضوء على الاطفال المواهب الحلوين هاي شكرا جميعا لكم ان شاء الله بعم الوطن بيعم الخير على الوطن الغالي سوريا وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله بدي أتشكر وجودك معنا الفنان محمود كفا كنت اليوم زميل لإلي خلينا نقول بالتقديم وبالحوار مع الأطفال شكرا لإلك هذا السؤال أنا لازم أسألك يا أنا كيف كان التقديم لا تمام كان أنا بالنسبة لإلي وأيضا نتشكر عازف الأورج محمد معلا شكرا لإلك محمد رمضان كريم طبعا الشكر الأكبر لكم مشاهدينا ينعاد عليكم بالخير رمضان كريم مني ومن كل كادر العمل أطيب التحيات وبالختام أكيد رح نسمع معزوفة من يزن وآية